صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم ملكي رقم 16 لسنه 2018 باعاده تنظيم وزاره المواصلات والاتصالات ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 78 لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات فقرة جديدة برقم ثالثا، ويعاد ترتيب باقي فقرات هذه المادة نصها الآتي: ثالثا إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع.